السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة، أرجو أن تكونوا بخير وأبارك لكم حلول شهر رمضان. ألتقي بكم في درس جديد من دروس مادة الخرائط الموضوعاتية التحليلية بعنوان خريطة الدوائر المتناسبة المقسمة إلى قطاعات، لنتعرف من خلاله على هذا الصنف من التمثيل البياني وحدود وضوابط استعمالاته، وذلك من خلال التصميم التالي. سنتعرف في البداية على تقديم تعريف بمبيان الدوائر المقسمة إلى قطاعات، ثم ما هي التحفظات حول استعمال هذا النوع من الرسوم البيانية، وما هي الأساسيات التي ينبغي استحضارها أثناء إعداد هذا الصنف من الخرائط. ثم بعد ذلك سنتحول إلى الجانب التطبيقي، خطوات إنجاز خريطة الدوائر المتناسبة مقسمة إلى قطاعات، نتعرف فيها بداية عن خطوات المعالجة الإحصائية، ثم عن التمثيل البياني، ونختم كما تعودنا درسنا بتمرين تطبيقي. وكما عودتكم من قبل، وحتى لا يكون حجم الفيديو كبيرا، فإنني سأوزعه في 3 أو 4 أجزاء. فلنبدأ بسم الله بالجزء الأول، وبالطبع المحور الأول التعريفي والنظري في نفس الوقت. التعريف بمبيان الدوائر المقسمة إلى قطاعات. مبيان الدوائر المقسمة أو المبيان القطاعي هو رسم بياني دائري الشكل، مساحته مقسمة إلى مجموعة من القطاعات. إذن هذه دائرة تشير إلى حجم الظاهرة المدروسة، وهنا مثلا لدينا البنية العمرية، لدينا عفوا عدد السكان. ثم هناك قطاعات، وكل قطاع يشير إلى أحد مكونات البنية العمرية موضوع دراستنا. يعبر حجم الرسم الدائري إذن عن القيمة الإجمالية للظاهرة المدروسة، وتمثل القطاعات مكونات هذه الظاهرة. لكل قطاع زاوية، نقيسها عند المركز أو انطلاقا من المركز، يتناسب انفراجها يعني اتساعها مع قيمة المكون الذي تمثله. ويتحدد اتساع هذا القطاع وامتداد قوسه، هذا هو القوس، على محيط الدائرة بمقدار انفراج هذه الزاوية. إذا كانت الزاوية صغيرة فبالطبع امتداد القوس سيكون صغيرا، وإذا كانت الزاوية كبيرة كما نرى هنا فإن انفراج هذا القوس سيكون كبيرا وسيحتل طولا أكبر من محيط الدائرة. ما الهدف من هذا التمثيل البياني؟ الهدف من هذا التمثيل البياني القطاعي هو عرض الاختلافات بين مكونات الظاهرة المدروسة، أي إظهار مدى أهمية حصة كل مكون من المجموع العام من جهة، ومقارنة المكونات فيما بينها من جهة ثانية. يمكن أن نقارن بين أكثر من مبيان للدوائر المتناسبة المقسمة، وهنا ينبغي التمييز بين حالتين. الحالة الأولى هي عندما يمثل حجم كل الدائرة المجموع النسبي لمكونات الظاهرة، أي أن حجم الدائرة يكون 100%، عندما نتحدث عن نسب مئوية.
فأحجام الدوائر بالطبع ستكون متساوية هكذا، كل دائرة تمثل 100%. إذن فإننا نكون أحرارا في تحديد حجم الدائرة وفي تحديد شعاعها. الحالة الثانية هي عندما يمثل حجم الدائرة المجموع الحقيقي لمكونات الظاهرة، هنا أحجام الدوائر ستكون متفاوتة بحيث تتناسب مع القيم التي تمثلها. هكذا المحمدية والحي الحسني اللذين وضعنا لهما دائرتين متقايستين في الحالة الأولى، لاحظوا بأن هنا حجم الدائرة يختلف. لماذا؟ لأنها له علاقة بعدد السكان الإجمالي، فالمحمدية فيها 208,000 نسمة، هي أقل من 468,000 نسمة لعدد سكان الحي الحسني سنة 2014، وبالتالي فينبغي أن يتناسب حجم الدائرة مع هاتين القيمتين. هناك تحفظات حول استعمال هذا الصنف من الرسوم البيانية. يمكن التحفظ على استعمال مبيان الدائرة المقسمة في حالتين رئيسيتين. ما هما؟ الحالة الأولى إذا كان عدد القطاعات كبيرا، أي أننا سنجزئ الدائرة إلى أجزاء كثيرة. هنا القارئ بالطبع سيجد صعوبة في التمييز والمقارنة فيما بينها. الحالة الثانية إذا كانت القيم العددية لمكونات الظاهرة المدروسة متقاربة، لاحظوا هنا في هذا المثال القطاع الفلاحي 32%، القطاع الصناعي 33%، قطاع التجارة والخدمات 35%، وبالتالي فإننا سنجد من العسير علينا أن نميز التفاوت فيما بين هذه القطاعات، وبالتالي يصبح أخذ المعلومة من الجدول أفضل من أخذها من الرسم البياني. هناك حالة هذه المرة يمنع فيها استعمال مبيان الدائرة المقسمة على الإطلاق. متى؟ عندما نريد أن نستعمله لتمثيل ظاهرتين أو أكثر، ظاهرتين وليس مكونين لظاهرة، على شكل قطاعات. فالقطاعات توضع في المبيان لتمثيل مكونات ظاهرة واحدة، مثلا في هذه الحالة القطاعات الاقتصادية، في هذه الحالة مجموع السكان وتوزيعهم على العمالات. لكن أن نضع مثلا سكان 2004 وسكان 2014 في وحدة إدارية ونريد أن نضعها في رسم قطاعي، فهذا ما لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الرسم القطاعي وجد لتمثيل بنية أو تركيب، أي مكونات ظاهرة معينة، لا للمقارنة بين ظاهرتين في نفس الرسم البياني. إذن هنا لدينا سكان إقليم النواصر سنة 2004 سنة 2014 ووضعنا الرسم البياني، فكأن سكان 2004 هم امتداد، أو سكان 2014 هم امتداد لسكان 2004، أي أن سكان 2004 لم يحدث، وكأننا نتحدث عن أن سكان 2004 لم يحدث فيهم أي تغيير، وفي سنة 2014 أضفنا هذا العدد كله إلى هذا العدد، وهذا بالطبع غير صحيح. إذن هذا الصنف من التمثيل البياني لا يمكن استعماله في هذه الحالة. وفي الحالات الأخرى هناك بديل. ما هو البديل؟ هو استخدام المستطيلات المتناسبة. مثلا في الحالة الأولى لاحظوا هذا رسم بالمستطيلات التي تحدثنا عنها في حصة سابقة، فبالمقارنة مع هذا الرسم البياني فإننا من السهل أن نستخرج الثقل السكاني في كل
وحدة من هذه الوحدات أيضا هنا. من السهل أن نتعرف على القياسات، وهو ما لم يسمح به هذا الشكل السابق القطاعي. نفس الشيء بالنسبة لهذا الرسم البياني، فإننا نضع عمودين منفصلين وكل واحد يعبر عن سنة، ونستطيع من خلالهما أن نستخرج تطور السكان. أتوقف هنا بالنسبة لهذا الجزء.